قبل الفاصل تاني، هذا الرجل اللي هو اسمه كان ايه؟ سلطان الحربي، انسان تافه محدش يجري وراه. وبص على الجوانب الاخرى، الجوانب الاخرى هي قدرة مصر واهميتها. يعني يقول لك ايه يا جماعة، مصر لم تعد هي القوة الاقليمية الرائدة في المنطقة، امال كل رؤساء العالم بيكلمونا ليه؟ والكل ينتظر قراراتنا ليه؟ ونقابل من نريد ونرفض من نريد، ونستقبل مكالمات من نريد ونرفض استقبال من نريد مثلا يعني. فهتلاقي انه على سبيل المثال امبارح كان في مباحثات هاتفية ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. مش هقول لك بقى هنا يا ترى ماذا حملت هذه المكالمة، لكن مغزى هذه المكالمة ويا ترى هتبقى نتائجها عاملة ازاي على هذه الجولة الأخيرة من الصراع، واللي بدأت في 7 أكتوبر 2023. معانا على التليفون دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بيك يا دكتور حامد. سيادة النائب المحترم، سعيد حضرتك، ده احنا اللي سعدة ان شاء الله تبقى 2024 حلوة عليك وعلينا وعلى مصر والعروبة كلها. امين يا رب، ربنا يحفظ سيادتك يا معلم. شفت ازاي يا فندم مكالمه جو بايدن امبارح مع الرئيس؟ طبعا هي زياره لها فعلا كما حضرتك اشرت مع النائب، لها كثير من المعاني والرسائل والدلائل. دلائل مهمه جدا بتحملها هذه المكالمه، على اعتبار ان هذه المكالمه تؤكد وتعكس وجود حرص من الاداره الامريكيه للتنسيق والتوافق مع الدولة المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية، وأيضا بتعكس ثقة كبيرة في القيادة السياسية المصرية والدولة المصرية، لأن هناك تطابق في الكثير من النقاط طبقا للسردية والرواية المصرية الداعمة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين، لأن تم التأكيد بين الجانب المصري والجانب الأمريكي على ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأيضا الرفض القاطع بشكل واضح لفكرة التهجير القسري أو حتى الطوعي للأشقاء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وبالتالي نفي تماما أي ادعاءات إسرائيلية واضحة فيما يخص أيضا إدخال المساعدات، لأن إحنا بنشهد الآن مشهد واضح جدا يا مع النائب، وهو مشهد يظهر حجم الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية فيما يخص هذه الجزئية. وأتحدث عن ما يحدث في معبر كرم أبو سالم، يعني هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يمنعون إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأيضا دليل قاطع على دور مصر الريادي والمحوري في كافة القضايا وبالأخص القضية الفلسطينية. وبالتالي الدولة المصرية حتى قبل هذه المكالمة كانت القيادة السياسية المصرية منفتحة وبشكل كبير على دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وشاهدنا وفد الكونجرس الأمريكي اللي زار القاهرة والتقى بالرئيس السيسي، وتم التأكيد أيضا على ضرورة أن يكون سلام عادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والعمل وبشكل كبير على فتح آفاق جديدة للسلام، خاصة أننا ندور في حلقة مفرغة كما حضرتك أشرت، أننا لا يمكن أبدا أن تستمر المنطقة في هذا بهذا الوضع الصعب وهذا الوضع الذي يؤدي إلى عنف متزايد في المنطقة. وبالتالي أرى أن القاهرة والولايات المتحدة الأمريكية ينسقان وبشكل كبير، خاصة أن هناك اجتماع وشيك مع النائب سيكون في باريس في فرنسا، سيجمع مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للتوافق على هدنة إنسانية طويلة الأمد تفضي وبشكل كبير إلى وقف شامل لإطلاق النار. طب بتعتقد يا دكتور أنه قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة بشأن فلسطين أو بشأن هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، زائد هذه المكالمة ما بين جو بايدن وما بين فخامة الرئيس، من شأنها أنها تسهل وتحلحل مسألة الوصول إلى هدنة طويلة الأمد ثم الوصول إلى شكل من أشكال الإيقاف المستمر لهذا العدوان؟ يعني على الرغم من أن هذه الأدوات ستمثل ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو بالإضافة إلى ملف الأسرى، إلا أن يعني كما يعلم القاضي والداني أن نتنياهو لا يرغب بأي حال من الأحوال إلى وقف شامل لإطلاق النار، لأنه بانتهاء اليوم الأخير
لوقف شامل الإطلاق النهارده يكون اليوم الأخير لوجود نتنياهو في الحكم، وبالتالي الاتجاه إلى المحاكمة الجنائية، لأن هناك أكثر من 4 قضايا تم تحريكها من في 4 ديسمبر الماضي أمام القضاء الإسرائيلي، وبالتالي نتنياهو يعلم أنه أيضا سيحاكم لما حدث من إخفاق إسرائيلي كبير سواء استراتيجيا أو أمنيا أو حتى عسكريا يوم 7 أكتوبر، وبالتالي هناك بالفعل ضغط كبير على نتنياهو الآن خاصة بعد قرار المحكمة محكمة العدل الدولية. ولكن هناك نقطة مهمة جدا، وهي يعني جاءت في البيان المصري أن الدولة المصرية كانت تتمنى وترغب وفقا لفرضيتها أن يكون هناك، بالإضافة إلى الاعتراف بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وعليها أن تتوقف عن ذلك، أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، خاصة أن قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات يعني هناك جزئيتين رئيسيتين في هذه القرارات لابد أن يكون بهذه القرارات حتى يتم التنفيذ. أولا عدم وجود آلية تنفيذ واضحة للعمل على تنفيذ هذه القرارات، وبالإضافة إلى أننا أمام أيضا معترك دبلوماسي كبير جدا في الأربعاء القادم أمام مجلس الأمن، لأن هذا القرار يعني سينعقد بموجبه جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء القادم لبحث كيفية تنفيذ هذا القرار والضغط على إسرائيل للوقوف بشكل شامل وتام لوقف الإبادة الجماعية، وبالتالي وقف الإبادة الجماعية معنى ذلك أنه لابد من وقف شامل لإطلاق النار. هل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الفيتو لكي لا يكون هناك ضغطا دوليا كبيرا وإصدار قرار من مجلس الأمن للضغط على إسرائيل في هذه الجزئية، أم ستقوم كما قامت قبل ذلك باستخدام هذا الحق وبشكل واضح لكي لا يكون هناك تهرب من المسؤولية من الجانب الإسرائيلي كما جرت العادة؟ أنا بشكرك جدا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. إذن ننتظر ما سوف تحمله الأيام وصولا إلى يوم الأربعاء القادم وانعقاد جلسة مجلس الأمن علشان نشوف إيه اللي هيجرى.